صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد راديو. مرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسلامة. كعادة كل يوم أربعاء كتكون مرافقاني وحاضرة معنا الدكتورة نائلة دراعو، طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر. صباح الخير دكتورة نائلة، أهلا وسهلا. مرحبا بك معنا اليوم. الله يبارك فيك. شكرا. اليوم إن شاء الله الموضوع دينا، وبعد ما كنا الناس كلمنا على الوقاية من أشعة الشمس، وكنا كذلك عرفنا وعطيتينا حتى الفوائد ديال أنه الأشعة ديال الشمس راه ماشي واحد الشبح اللي كيخلعنا وكيعطي السمورية دائما، لا راح تيجي عند الفوائد ديالها غير الإنسان يعرف كيفاش. اليوم إن شاء الله غادي نمشيو لموضوع آخر. كاين الناس اللي كيربطوه بالصيف لعلامة معينة غادي نتكلموا عليها، البهاق أو البهق، هو الموضوع ديالنا اليوم إن شاء الله من خلال برنامجكم صحة وسلامة. مرحبا بتواصلكم معنا على الأرقام اللي هي مفتوحة وراء الإشارة 0522 46 72 50 51 أو 52، وكذلك الرقم 50 80. ما عليكم إلا تكتبوا في أول الأسماس اللي غادي تبعتوا به كلمة صحة SHA، كتخليوا فراغ صغير وكتبحثوا بسؤالكم للرقم 50 80. في البداية دكتورة نائلة، البهاق أو البهق كمشكل صحي كيفاش كتعرفوه؟ شنو هو؟ البهاق البهق أو البيتي غيازيس فيرسيكولوغ هو انفكسيون، تعفن ديال الجلد، تعفن ناتج على كنعرفوا أن كاين بزاف ديال الأعضاء الحيوية اللي كتعطينا تعفنات. كاين البكتيريات، الفيروسات، الفطريات، وكاين هاد النوع اللي سميتو لي لوفور. دونك هو عبارة عن بحال لوفور جاية من الخميرة، دونك مخمرات، يعني بحال واحد النوع ديال الفطريات اللي كتعطينا هاد المرض اللي هو البهاق، اللي خصنا ما نخلطوش مع البرص او الفيتيليغو، لان غالبا غنعرفوا بان هذا البهاق في بعض الحالات كيعطينا واحد البقع بيضاء. بعض المرات هذه البقع كتقدر تشبهنا باللون ديال البرص، الوغ ماشي نفس المرض. وكذلك ما خصناش نخلطوه مع واحد المشكل كنشوفوه بزاف في البشره المغربيه، بحكم انها بشره اللي سمراء بزاف الحالات. دونك هو على شكل واحد الدوائر بيضاء كتولي لينا سورتو في الظهر وفي القدام جهة البطن، وبعض المرات هذيك الدوائر كتطلع حتى للجهة ديال التديين واليدين، وكذلك تقدر تهبط حتى للرجلين في الحالات المتقدمة. أو هي عبارة عن تلون دايوغ كيعانيو منه بزاف البنات سورتو، نقدروا نلقاو حتى عند الرجال، اللي قد ما كانت البشرة داكنة قد ما كيكون هذا المشكل. هو عبارة عن خلل في الصبغيات ناتجة على بزاف ديال الأشياء، نقدروا نطرقوا ليه مثلا في حلقة إن شاء الله ماجية. أما بالنسبة للبهاق، علاش كنربطوه بفصل الصيف؟ لان فعلا في الصيف فين كنعرفوا كتكون واحد التغيرات على الجلد. اولا كتولي العرق، كيولي الرطوبة، داكوغ، كتولي الشمس. هاد ثلاثه العوامل كلهم كيخليو ان هاد لا لوفور اللي مسؤوله على هاد المرض كتكبر وكتكثر وكتعطينا هذاك التعفن. هو تعفن اللي كيبان في الجلد على شكل بقع، تقدر تكون مشتته تقريبا في الصدر، في الظهر، كذلك اليدين. اما كتكون بحال ليمونيه شويه، دونك عندها واحد لا كولور برون ولكن بحال مايله ليموني، ولا مسيناها وحاولنا نقشروها كتبان لنا فيها واحد القشره رقيقه بحال لا فارين، فريمون رقيقه بزاف، ماشي قشره غليظه بحال اللي كنشوفوا في الصدفيه مثلا. الوغ يقدر يكون عباره عن هذا اللون، كيف ما انه يقدر يكون بيض، وكذلك فاش كنحاولوا نقشروا داك لي طاش كنلقاو فيهم بحال دو لا فارين، كيف ما كنلقاو لي دو، يعني بيض وسمر في نفس لابو. سوفون كيبدا في الصيف، وعلاش مهم نتكلمنا عليه دابا في بدايه الصيف؟ لان الناس اللي مولفين كيجيهم هذا البهاق خاصهم يديروا واحد العلاج وقائي قبل ما يجي فصل الصيف، باش ما يعاودوش يتعرضوا ليه. لان سوفون هاد الناس كيكون عندهم بحال واحد الاستعداد اللي داخلي جيني عائلي، دايوغ كنشوفوا بزاف الناس في نفس العائله كيقدر يتصابوا بهاد البهاق بزاف المرات في الحياه ديالهم. دونك من الاحسن الا كانوا هاد الناس كيجيهم هاد البهاق بزاف المرات انهم يديروا واحد العلاج قبل من فصل الصيف. سهل، عباره عن دجال كاينين كيتباعوا في الصيدليه اللي كيتستعملوا غير للغسيل. دونك كنديروهم مره في لا سومان مثلا، واحد 4 الاسابيع، باش ما نخليوش هذيك الفطريه انها تكون وتكثر ان شاء الله بحدود فصل الصيف. نعم، وحنا غادي نرجعوا مازال وغادي نتكلموا على واش كاين عنده شي علامات من قبل ما كنشوفوا دوك البقع او الطبايع. واش كاين شي علامات اللي ممكن الانسان يعرف من خلال انه راه الباك غادي يجي او لا حتى كيبانوا دوك لي طاش ولا؟ وغادي نعرفوا كذلك دكتوره نائله المساله ديال الوراثه واش عندها علاقه ولا لا. غادي نتكلموا على الطرق ديال التشخيص والعلاج طبيعه الحال، واهم حاجه كيف ما قلتي بما انه مرتبط بفصل الصيف، غادي نتكلموا على الطرق ديال الوقايه والاحتياطات اللي الانسان لازم ياخذها، خصوصا الا كان موالف وعنده عاده على انه كل صيف كيعاني من نفس المشكل ديال البهق. غادي نبقاو لحظه مع فاصل اعلاني وراجعين مباشره من بعده، فخليكم اوفياء وبقاو معنا.
دائما على مد راديو الاذاعه القريبه منكم وبرنامجكم صحه وسلامه. مرحبا بتواصلكم معنا وارقامنا مفتوحه وراه الاشاره. اليوم الموضوع ديالنا على البهاق او البهق، كنتكلموا عليه رفقه الدكتوره نائله دراعو طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه الشعر والاظافر. وغادي نمشيو في اول مكالمه باش نتواصلوا مع سميره على الخط معنا. صباح الخير سميره. صباح الانوار للعفاف. اهلا وسهلا بك سميره. بارك مرحبا. الله فيك. بارك الله فيك. كنشكركم كاملين سميحه والطاقم التقني وكلكم والدكتوره بارك الله عليها حتى هي. الله يبارك فيك. شكرا لك. الله يخليك. نعم. عندي جوج الاسئله. أيه. الله يخليك. انا دابا كندي ولادي للمدرسه بالبيكالا ياك. تقريبا قولي ربع ساعه نمشي وربع ساعه نجي نص ساعه، وعرفتي انا الترودات كتكون سخونه كنجي عرقانه وكنبقى بدوك الحوايج ما كانش ماشي كنجي وكنحيدهم، مع كنجي عرقانه كنخاف يضربني البرد. كنبقى حتى كنبرد اولا بعض المرات غير كنخشي الفوطه في ظهري وفي صدري. هيك هذا هو السؤال الاول، زعما هذا العرق ما يديرش ليا البهق. او السؤال الثاني، بحال دابا الا مشيت للبحر بالحكم انا مديره الحجاب، كنمشي اختي كنتخشى بحوايجي ما كنقدرش نقاوم الماء، كندخل نعوم بالحوايج ديالو تنبقى بدوك الحوايج حتى كنشف. زعما هذا الشيء ما يسبب ليا في البهق. واخا واضح واضح سميره. ان شاء الله كل التساؤلات ديالك غادي نجاوبوا عليها. نبداو باول سؤال، انه كاين بزاف ديال المكالمات وكل واحد نعطيه حقه بطبيعه الحال باش واحد ما يتقلق. سميره جاوبت سؤالات اول سؤال وبغات الاجابه دكتوره نائله. المساله ديال العرق وعلاقتها بالبهق. فعلا كاينه علاقه وطيده ما بين هاد الجوج، وهنا غنتكلموا على اول سلاح الا بغينا ما يجيناش البهق، وهي اننا ما نخليوش العرق في لابو ديالنا تنشف علينا. كو ساسوا ينشف او لا، مثلا سورتو لي سبورتيف اللي كيديروا الرياضه ما خاش الحوايج ديال الرياضه. سوفون كاين بعض المرات كيلبسوا دي توني دو سبيسيال سبور، بحال داك اللباس ديال المصارعه باغ اكزومبل اللي ما كيصبنوش كل نهار ملي كيلعبوا به، كيخليو غير ينشف. هذه خطا، دونك خاص ضروري التصبين ملي كنعرقوا في الحاجه، لان باغمي المسببات وتكلمنا في بدايه الحلقه وهي الرطوبه. الرطوبه داخله في لاسيوغ، العرق كيخلي هذيك الفطريه انها كتكون وكتكثر وتعطر وتعطينا البهق. كذلك الناس بحال هذا السؤال الثاني ديالها ديال انها يعني كتبقى بالحوايج ديالها كنشخوا ليها، حتى هذا سبب يقدر غزمو ما فيهاش البهق، ولكن يقدر يجيها بهذه الطريقه. دايوغ من هنا كنشيروا حتى للوليدات اللي كيسردوا شعرهم سوفون كاين بوغ لي بلاكي، كيبقاو يسردوا لي شوفو كل نهار وما كيمسحوش داك الماء وكيخليو يهبط ليهم على العنق ديالهم. حتى هي باغمي لي شوز والاسباب اللي كتقدر تسبب لنا في ظهور البهاق. بالفعل وكنشوفوا وليدات البلاصه ديال العنق ديالهم وديال القفا كلها مطاشيه او مطاشيه بالكحل. اكزاكتومون. غنفرحوا لي مامام اللي غيسمعوا هذا الشيء، حيت سوفون كيضربوا معاهم على على الماء في الشعر كل نهار. غادي نمشيو في مكالمه اخرى، هذه المره نعيمه على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير نعيمه. نعيمه مرحبا بك. للاسف انقطع مع الاتصال. نمشيو ناخذوا ماريا على الخط معنا من مراكش. اهلا بك ماريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بخير كي دايره؟ اهلا بخير اختي ربي يخليك. كي دايره الدكتوره؟ بخير لاباس. الله يسلمك. مرحبا ماريا. ربي يخليك. شوفي الله يعطيك الستر. اول حاجه شوف ماريا، ماريا الا سمحتي، شوف ماريا، ماريا اول حاجه الا سمحتي الراديو، لانه لا انت غتسمعينا مزيان ولا حنا غادي نسمعوك مزيان. فالراديو اللي حداك طفيه ولا بعدي عليه، ورجاء سمعينا من التليفون ماشي من الراديو يا ماريا. شكرا. انا دابا عندي 65 عام. انا كنت كان عندي البهق ملي كنت في ايام شباب، ولكن دابا ما بقاش. دابا بنتي بحال ورثات عليا، عندها 30 سنه معايا في الدار. وهي تيجي هذا الوقت كيبان ليها في الظهر ديالها والكتف ديالها. كتشري ديك الرشاشه من الفرماسيان، ولكن كيغبر وتيعاود يرجع. كيعاود يرجع في نفس الوقت العام اللي من بعد منه. الوغ هذا الشيء اللي تكلمنا عليه في بدايه الحلقه هو ان الناس اللي كتكون عندهم هذا البهاق كيجيهم اللي تقريبا موسميا دائما في فصل الصيف، من الاحسن انهم يديروا العلاج في هذه الوقيته، يوجدوا لابو ديالهم باش ما يجيهمش البهاق. وهنا غنجاوبوا على التساؤل ديالك عفاف على واش كاين عامل وراثه. فعلا كاين عامل وراثه في اننا نتصابوا بهذه الفطريه او تاثر فينا اكثر من غيرنا. دونك هنا كاين الوراثه كذلك في هذا الاستعداد. الا بغينا فريمون كاينين شي مسائل سهله بسيطه نديروها يوميا وغنحميو راسنا حتى من الاصابه من البهاق. بحال اش باغ اكزومبل؟ اولا ملي يجي الصيف او لا ميم افون نعومو يوميا. علاش غنعومو يوميا؟ باش هذيك الفطريه ما نخليوهاش تكون في الجلده ديالنا.
باش غادي نحاربوا العرق، لان يوميا سورتو في الصيف كنعرقوا بزاف. كاين دي جون كاريمون اللي مثلا عندهم ارتفاع في الوزن، ولا عندهم امراض بحال داء السكري، ولا كياخذوا شي ادويه اللي كتهبط لهم المناعه، يعوموا حتى جوج المرات في النهار. غنختاروا جيل دوش، والحمد لله موجودين في السوق دي جيل اللي تاع ليجيان دي سبورتيف، دونك اللي النظافه ديال الرياضيين. علاش كنتكلموا دائما على الرياضيين؟ هما اللي كيعرقوا اكثر من لي زوطر، وتا هما كيتصابوا بالامراض الفطريه كو سوا في الجلده ديالهم او في ظفرانهم باغ اكزومبل. دونك هذوك لي جيل لافونتاج اللي كيكون فيهم انهم مضادات ديال الفطريات، مضادات البكتيريات، بلا ما نكونوا في لونتيسيبتيك، يعني ماشي فيها شي ماده مجهده اللي غتنشف لينا الجلده ديالنا، ولا غتعطينا ديزيريتاسيون، يعني طياب فدا. كيكون شي حاجه اللي كتكون دوس، و اون ميم طون كتحارب لا كولونيزاسيون او التعفن بهاد المجموعه من الاعضاء الحيويه اللي كتكون كثيره سورتو في الصيف. يوميا بانجيل كومسا نحاول ما نيدمش لابو ديالي في الصيف، سيتادير الا كنت ملفه كندهن زيت من بعد الحمام، اولا كندهن ديك ما نيدمش، نخليها ناشفه قد ما كانت ناشفه، كو ساسوا من العرق او من الليدام، قد ما الاصابه بالمشاكل الفطريه كتكون اقل. وهنا الناس اللي عندهم مشكل اصلا ديال النشوفيه دكتوره نائلة، كيف غادي يديروا؟ اللي عندهم البشره جافه وزمون، الناس اللي عندهم نشوفيه كيعانيوا قل من لي زوطخ بهاد المشاكل تاع البهاغيتو، لان باغمي الاسباب تاع ديال الاصابه البهاق هي لا بول ميدما، لا بول غاز، دونك كتصاب اكثر من غيرها بهاد المشاكل الفطريه اون جينيرال، حيت نفس هاد الفطريات المسؤوله على البهاق كنلقاوها نفسها عند الناس اللي عندهم داك الالتهاب الدهني الجلد اللي تكلمنا عليه، اولا ديغميت سيبوغيك، دونك سي تقريبا نفس العضو هو اللي مسؤول، دونك كتكون في البلاصه الميدما اكثر. دونك هاد الفطريه هي كيعجبها ليدام، دونك اوتوماتيكمون الا كانت لابو سيش الاصابه بالبهاق كتكون اقل. دونك ديجا هاد لي جيست سامبل. او ميم طون مثلا عند الناس اللي عندهم ارتفاع الوزن وعندهم في التنيات ديالهم يستعملوا بحال مساحق من بعد الغسيل اللي كتخلي دوك المناطق ناشفه باش ما تعرقش بزاف مع الرطوبه، الا كانوا غير هاد لي دو جيست. لو تخوازيام جيست عند لي جون اللي عارفين راسهم عندهم البهاق، لازم ان قبل من الصيف يستعملوا سي دي جيل كيتباعوا في لا فارماسي اللي ديال علاج البهاق، كنديروهم وقائيا مره في لا سومين، كتغسل بها مره في لا سومين، كتخلي لو برودوي واحد 10 دقائق عاد كتغسلو مره في لا سومين اربعه الاسابيع قبل من الصيف، دونك من اجل الحمايه والوقايه، باش ما تجيش ديك لا فورم اللي كتكون كثيره، لان في بعض الحالات ابار داك اللي كيكون بحال الباج او لا مارون اللي كيزول فيه ساعه مع العلاج، ملي كيكون البهاق بيض، واللي هنا بزاف الناس كيتخلعوا كيصحابوا واش براس، هادشي اللي كيخليهم يجيو يشوفوا الطبيب، فاش كيكون هكاك بيض كياخذ وقت باش يعاود يتلون. سوفون سا بخون بوكو دو طون، دونك بعض المرات حتى كنديروا العلاج وكنطلبوا من الناس يمشيو يتعرضوا للشمس بيان سور بطريقه بالعقل، ماشي يتحرقوا تحت الشمس باش يلونوا هذوك لي طاش اللي بقاو بيضين من البهاق. نعم، غادي نمشيو هاد المره في مكالمه اخرى من بعد مانية من مراكش، غادي نمشيو نتواصلوا مع نعيمه، رجعت على الخط من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك نعيمه. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام نعيمه، تفضلي. الله يخليك، انا عندي واحد البنيه عندها 17 عام. اييه. وعندها البهق في هذا في الصدر ديالها فوق هذا. ايوا. ولي بيرجيتور. وبالنسبه للبهاق واش كيمشي وكيجي ولا عندها فيكس ما كيحيدش؟ لا هو دابا في الصيف دابا شويه ما كيبانش بزاف، ولكن في الصيف مع دوك لي بيرجيتور اللي فوق هذا فوق صدرها كيبان بزاف، فيه حرجه بزاف. وملي كتعالج عليه كيغبر؟ ما كيبقاش يبان؟ ما كنعالجش عليه، عمرنا ما مشينا لشي طبيب ولا شي حاجه، ما نكذبوش. شنو كدوز به الصيف وكيغبر عاوتاني في البرد؟ في البرد كيغبر شويه، كيغبر لما يبقاش يبان، ولكن في الصيف مع هذاك مع لي فيرجيتو كيبقاو يبانوا دوك الشراطي بيضين واللحم ديالها كيبرونزي. دونك ماشي البهك او فيت الشراطي تاع لي فيرجيتور هما اللي كيبقاو بانو بيضين ملي كتبرونزا ياك سي صح؟ إيه. دونك ماشي البهك الوغ، حيت البهك كنتكلموا على وغسمح لينا دكتور نعيمه غنسولو نعيمه، الوزن ديال بنيتها عندها زياده في الوزن نعيمه؟ عندها 70 كيلو. نعم. شحال في الطول؟ شحال عندها في الطول؟ عندها في شي متر 65 ولا 67. ايوه واخا، نجاوب على السؤال ديالك. 17 شكرا تبارك الله. العفو نعيمه، شكرا لك. الله يعاونكم على الله. شكرا. الوغ بالنسبه كنظن السؤال التدخل ديال نعيمه غادي تكون عندها لي فيرجيتور، لي فيرجيتور تمزقات، تمزقات اللي كتكون اما عن ارتفاع الوزن او لا على الطول، دونك حيت كاينين حتى التمزقات ديال الطول اللي كنشوفهم سوفون عند الاولاد باسكو كيكونوا كيطوالوا بسرعه، وكيكونوا على الطول ديال الظهر ديالهم.
داكوغ ماشي بحال التمزقات اللي كنشوفوا عند لي فام غالبا اما في الفتادي او في الكرش عند المراه اللي كتحمل او لا في الفخذين او لا كذلك لتحت. الوغ مالوغوزمون التمزقات ملي كتولي بيضاء العلاج ديالها صعيب. كاين واحد التقنيه ديال اللازير اللي كيدار دابا حديثا اللي كيبغي شويه الصبر وكيبغي حصص متعدده باش تكون واحد النتيجه المرضيه بواحد تقريبا 70 حتى 80%. مي ما عمرنا ما كنقدروا نحيدوهم ديفينيتيفمون ابارامون ولاو بيضين دونك ديجا. وبالنسبه للبنيه الله عندها 17 عام باش ما يتزادوش ليها تمزقات اخرى لازم تكونترولي لو بوا ديالها. دونك هادشي يعني بتغذيه متوازنه ما غنتكلموش على الحركه ريجيم. والرياضه في الصيف ديالها مهمه. تغذيه متوازنه رياضه تشرب الماء بزاف واحد 1.5 لتر جوسكا 2 لتر باغ جور لان مهم. وبالنسبه باش ما تبرونزاش تحاول دير اون كريم بروتيكتريس. وهنا كنعرفوا ان كاين بحال تكلمنا في الحلقه اللي فاتت على ان كاينين دي زيكرون سولير اللي كيكونوا 50+ كيداروا لو كور اما على شكل حليب او لا ما كيبان لينا بحال سائل او لا بخاخ اللي غادي يخلينا نتبرونزا واحد شويه. لكن كنبغيو التلون في الصيف غير بطريقه خفيفه ماشي نتحرقوا نتقشروا ويبقاو لينا بقع سوداء تاخذ مده طويله عاد تسول. واخا غادي نرجعوا للتارودانت مره اخرى هذه المره باش نتواصلوا مع زكيه على الخط. صباح الخير زكيه. السلام عليكم اختي لاباس. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. نشكركم على هذا البرنامج اختي. نشكروا كاع الدكاتره اللي تجيبوا. نعرفوا زكيه مرحبا. شكرا اختي. احنا انا عندي واحد الوليد عنده هذا 16 عام عنده قنبه الاولى خرج له المهك في يده وديته عند اختصاصي الاكادير تاع الجلد. عطاه واحد الفانيل ما بغيتش نقول السميه ياك باش وعطاه واحد انجيل تيغسل به. ايوا ولكن اون فوا سال هذاك التريتمون عاود رجع لي ثاني البهك من الاول بحال ما بحال ما درتش عاود ثاني رجع لي ديك الساعات في ظهره في عنقه في كرشه. عاود ثاني ديتو عند واحد الطبيب هنايا دابا في هاد الايام خرج له واحد الرشاش عاود ثاني نفس الفاني تقريبا قال لي يستعملوا لمده 3 شهور. دابا ملي تيكون تيدير التريتمون راه تيحيد البهك نهائيا ما كيبقاش. وي ولكن اون فوا تيبقى واحد المده من موراه بحال دابا شهر ولا شهرين تيعاود يرجع له ثاني داك الشيء من الاول بحال ما كاينش. وبالنسبه هو مولوع بالرياضه بحال كل الشباب دابا تيجيب الحوايج. لا انا تنحارب معاه اون فوا تيجي تيطلع للدوش ديريكتومون تيغسل وتناخذ دوك الحوايج تنصبنهم بالماء سخون ونصابوا الكف زعما صابوا الحجره صابوا الحجره ونطلعوا من السطح ينشفوا مزيان. عرفتي هنا تارودانت راه فيها الشمس تبارك الله وما تي زعما محاربه مع هاد ورغم هكاك تيسالي التريتمون تيعاود يرجع لي ما عرفتش اش ندير معاه. الوغ بالنسبه واش من ليمونطاسيون ديالو؟ لا با دو تو ما عندهاش علاقه بليمونطاسيون. عندها علاقه لو فيت ان هاد الوليد كيعرق بزاف وحساس اكثر لهاد الفطريه كو لي زوطر. اللي غادي ديري باش ما يعاودش يرجع ليه هو من بعد ما نديرو هاد العلاج الفعلي اللي قال لك الطبيب ديالك غادي تخلي ان جيل هذاك بحال الجيل اللي عاطيك باش تغسلي به مثلا مره في الاسبوع. او ديبار كنديرو جوج مرات في الاسبوع مده واحد الشهر. هذاك لو جيل غادي نخليه مره في لا سومان لونتروتيان ما تقطعيهش كاريمون مره في لا سومان مده طويله نقدروا نديرو حتى عام. وان بلوس بحال لي جيل اللي تكلمنا عليهم ديال ليجيان ديال لي سبورتيف راه كاينين في لو مارشي كو ساسوا في الصيدليات او لا في الفارماسي. بالنسبه لهاد الوليدات اكزاكتومون دائما يكون ويعوم يوميا ويغسل بهاد لو جيل. ومره في لا سومين غيدير داك لو جيل اللي هو ان تريتمون كيكون في لا فارماسي ويخليه 10 دقائق في لو كور كله كو ساسوا شعرو حدا ودنيه لو كور كله ماشي غير البلاصه اللي فيها البهاق ويغسل باش ما يعاودش يرجع ليه مره اخرى. غادي نرجعوا مازال وغادي نتواصلوا مع بهيجه من سيدي بنور ام سفيان من مراكش مالكه من سيدي رحال. ولكن قبل دكتوره نائله الى لاحظتي دابا في المكالمه تقريبا كلها اللي جات الامهات كيسولوا على الباك عند الوليدات يعني في عمر 16 17 عام 18 عام. شنو التفسير ديال هذه المساله في هذا السن ديال البلوغ ديال المراهقه؟ هذا هو لاج اللي كتولي فيه بعدا لابو كتسم نعم كتهد حيت الوليدات صغار بزاف. دونك ودايوغ هنا غادي نشيروا لواحد النقطه لي زونفون الاطفال كيكونوا عندهم واحد الدوائر بيضاء كيشوفوهم لي مامون سيغتو في الوجه ديالهم في الجبهه. غالبا هاد الدوائر كتكون عندها علاقه بالنشوفيه ديال الجلد حنا كنسميوها باغا نقول لك واحد لو تيرم بالعربيه الكوب. دايوغ كاين الفرق ما بين الكوب والبهك سوفون كنسمعوا بحال هاد لي نوميناسيون عندنا في لا كولتور ماروكان. الكوب هو علامه نشوفيه الجلد ونشوفيه مع الكلور دو لا بيسين مع الشمس بدون واقي هذا كتعطي هاد لي طاش بيضين اللي خصنا حتى هما من من من
كيختلفوا على لي طاش البيضين ديال البهاق، لي زوتر كيكونوا غير بيضين. البهاق تكلمنا انك تكون ضروري ديك بحال واحد القشيره رقيقه كتنود لينا من هذوك لي بلاك ديال البهاق. الوغ الاطفال كيتصابوا سورتو بهذا ملي كتجي ديك 16 17 عام. افيكتيفمون كاين واحد لو رابور، لان لا بو كتبدا تسم، وتكلمنا على ان هاد البكتيريا هاد الفطريات باردون كتكون اكثر عند لا بو اللي كتكون ميدمه. اون بلوس فهاد لاج كيكثر لو سبور، الحركه، العرق، حتى العرق كيولي اكثر. الوليدات الصغار واخا كيعرقوا في بعض المناطق بحال لي شوفو ايتو، ولكن ماشي في لو كور ديالهم بزاف بحال لي جون ديال هاد لاج. كتولي لاكتيفيتي، وبعض المرات كاينين شي وليدات اللي كيتوصل لهاد السن وكيرفضوا انهم يعوموا بطريقه منتظمه. علاش؟ حيت كيكونوا بحال اون طريقه كيتغيفولتيو فيها على لي مامون، ان كيديوهم بزز الحمام وكيحكوا لهم بالكيس الساعه، كيوليو بحال هما اللي كيتحكموا. اكزاكتومون، راه سوفون لي بارون كيلقاو مشكل في هاد لاج مع سورتو لي كارسون، انهم كيوليو يرفضوا النظافه. علاش؟ حيت ما كنخليهمش يبغيوها ويحبوها، لان طريقه خفيفه في ساعه تو، حيت كنعذبوهم. كديه معاها ساعه وهي كتفرك ليه في عنقوف، هذا اوتوماتيكمون كيولي باغمي لي ريفولت ولا لي سوجي اللي ما كيبقاش يتقبلهم في هاد لاج، هي انه يعوم. دونك الى دونك جو بونس سي بور سا كو كاين هاد لو بروبليم اكثر في هاد لا ترونش داج. نمشيو هاد المره في مكالمه اخرى باش غادي نتواصلوا مع بهيجه على الخط معنا من سيدي بالنور. اهلا بك بهيجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله بهيجه. نشكركم بزاف اخت عفاف على هاد البرامج القيمه اللي كتقدموا لينا، شكرا بزاف. مرحبا. جزاكم الله خير. مرحبا. بغيت نسول الدكتور بالنسبه ل انا كنت قريت واحد البوماد درتها لوجهي ودارت لي فيه بحال لي طاش البيضين، بحال الناس يقولوا لي الذهب. ولا بوماد درتيها على ود لي طاش الكحلين؟ ايوا، عندي حتى زعما ديال الحبوب وكيخلي لي طاش كحلين بزاف، ودرتها زعما خديتي واحد البوماد رخيصه شويه؟ لا ماشي رخيصه، خديتها ب 200 درهم، الرجال قالوا لي ديري جوج متابعين، وما عندها لا سميه لا والو، ما عندها لا حتى شي حاجه، لقيتها من الشمال من هكاك. دوك ما فيها لا سميه لا حتى شي حاجه. لا والو، قال لي واحد الدكتور متطوع كيصايبهم اللي عندهم لي طاش بزاف وجوههم، درتها هي تكملات لي بزاف. هذه هي الخطا اللي درتي، لان هاد البومادا غالبا فيها ماده الكورتيكويد، وهنا كنشيرو شكرا على التدخل ديالك، لان لي كورتيكويد كيت مالوغوزمون باقي لحد الان كيداروا في تخليطات وكيتباعوا للناس. الناس هما ما كيعرفوش، هي بحال هاد السيده طاحت في هذا، سمعت الدكتور، غالبا غيكون هذا مسمي راسو عشاب وكيدير لي بيو ايتو، كيعطيو ان تيوب اللي ما فيه حتى شي علامه، حتى لو وقعت شي حاجه ما عندناش حتى شكون نتبعوا ولا لمن غنعيطوا ولا اش غنعرفوا. حتى الماده ما عرفاش المكون، ما عرفاش. وغالبا فيها دي كورتيكويد، وهذا الشيء اللي في الاول علاش كيديروا هاد لي كورتيكويد في هاد لي بريباراسيون، لان كيعطيو واحد النتيجه السحريه في الاول، كيلكو سوا اكس شي هاد البرودوي غادي ينفع في الاول لي طاش، وغينفع للحبوب، وغينفع للحكه، وغينفع للشامبينيو ما بين الصبعان، وغيندير لك زيت وصافي. افيكتيفمون، ولكن هذا هو اللي معروف في الكورتيكويد، ديك البدايه اللي كتكون سحريه، ولكن من بعد جوست ابخي كيطراو لي بروبليم. لي طاش اللي وقعوا لك في الوجه ديالك ماشي دي طاش البهق، هما افيكتيفمون كنشوفوهم اللي كنكونوا كنبغيو نبيضوا بلي كورتيكويد عند لي بو برون، ولا لي بو سورتو حتى لي بو نوار كتوقع فيهم في ساع. دونك كيبداو دي طاش ديال ان ماتوا الخلايا تاع الصبغيات بقوه هذيك لاغريسيون، وكيبقاو دوك لي طاش ما كيبغيوش يحيدو كاريمون، كيبانو بحال بقع صغيره بحال شكل ديال البرص ومرشوشه في هذوك البقع السوداء اللي كتكون هي. دونك سورتو دارتها كيف ما شارت على البقع السوداء، مالوغوزمون حذاري من هاد الانواع تاع لي كريم اللي ما معروفينش اش فيهم مكونات، واخا تسمعوا بيو ولا طبيعي ولا هاد لو ميلونج راه غير نباتي وراه تشم غتلقاي ريحته كتفكرك في الزيت ولا في شي نوار ولا هذا، مي مالوغوزمون راه غالبا ما كيكونوا فيهم لو بلو سوفون لي كورتيكويد، وكيتباعوا من اجل التبييض، من اجل ازاله الحبوب، من اجل التفتيح تاع البشره. نعم، وراه فعلا دكتوره نائله كاين بزاف ديال الاطباء مشكورين لما كتجي عندهم حاله هكذا كيطلب من هذاك المنتوج كيقول له واش باقي عندك منه، وكيصيفطوا المختبر وكيعرف المكونات اللي فيه، وفعلا هذه هي النتيجه اللي كيلقى للاسف. نعم، غادي نمشيو هاد المره من بعد بهيجه من سيدي بنور باش غادي نتواصلوا مع ام سفيان على الخط من مراكش. اهلا بك ام سفيان. لا ام سفيان ربي يخليك، شكرا اخت عافاك، كي دايره؟ مرحبا، الحمد لله ام سفيان، اهلا وسهلا علينا وعليك. كنشكرك والدكتوره اللي معاك. الله يسلمك. مرحبا. ربي يخليك. انا عندي التساؤلات ديالي، انا فيا البهق مده 20 عام عندي، ولكن كيجيني غير في الصيف وفي العنق ديالي وتحت اذني. ايوا. ودابا حتى بنتي كيجيها. انت كداويها ام سفيان؟
كان دواء كناخذ غير الجيل من فرماسيون صافي وصافي وكيغبر ما كيبقاش يبان كيغبر ملي كيجي داني الصيف يعاود يرجع ليا. وسمعتي معنا الحلقه من الاول؟ كنسمع من الاول يعني. وصفتي شويه من ناحيه لقيتي راسك شي مسائل كنت كنستفد معكم انا دائما ميد راديو كنتصنت ليها من الصباح حتى الليل تخافي الوغ ديجا باش نعاودوا واقيلا غنديروا ملخص لان تقريبا الاسئله طاحت في نفس النطاق البهاك اللي كيجي اللي كيجي غير المساله ديال 20 عام دكتوره نائلة هي اللي بالنسبه للحاله ديال ام سفيان واش لهذ الدرجه يعني الناس كيستاهنوا تيقولوا صافي ما هو كيبان وكيمشي شي حاجه مالوغوزمون اللي ما كدرش نعم بزاف المرات ما كنديوهاش فيها حيت حتى البهاك بعض المرات كيجيب الحكة ماشي دائما دونك بالنسبة لي مثلا هاد السيدة ما كتحك ما والو عندها غير تلون في البشرة ديالها كيكونوا مشاغل أخرى كيكونوا مشاكل أخرى كيقدر يكون حتى نقص في الإمكانيات أمراض اللي كنعطيوها أهمية أكثر لأن بحال كيبقى غير شكلي أو استيتيك سوفون ما كان بزاف الناس عندهم وما كيديوهاش فيه دونك مي دابا لاحظنا بأن تبدلت الفكرة عند الناس ولاو كيهتموا أكثر على لابارونس ديالهم أوسي دونك وكيبغيو إلا كان علاج علاش لا دونك ما كيبغيو اكثر انهم يكونوا في تحسين ديال المشاكل الصحيه اللي كتكون عندهم واخا تكون مشاكل اللي هي استيتيك دونك كيف ما عاوتاني دوينا في بدايه الحلقه افيكتيفمون كاين عامل الوراثه في التعرض للبهق بحكم ان كيكون استعداد لابو اكثر انها تعرض لهذه الفطريه زائد الاشياء الاخرى اللي تكلمنا عليها اللي هو العرق اللي هي الشمس اللي هي الماء من غير ما نشف اللي هو قله النظافه دونك توصى كنظن انها نصائح ليلة طبقات غادي نمكنوا اننا نعالجوا البهاق فاش كيكون البهاق العلاج ديالو كيكون علاج موضعي اما على شكل لوجيل اللي كننظفوا به كنخليوه تقريبا 10 دقائق وكنغسلوه في البدايه كنديروا جوج مرات في الاسبوع مده واحد الشهر تقريبا من بعد كنخليوه غير مره في الاسبوع وعند الناس اللي كيبقى يجيهم بزاف كنخليوه واحد لا دوز دونتروتيان باش ما يرجعش ليهم بلوس موضعيا كنقدروا نابليكيو اما رشاشه اما كريم في المناطق اللي كتبان لنا فيها البروبليم بيان سور كنحاولوا نحاربوا العرق ولا الا كانت مشاكل اللي كتخلي المناعه ناقصه ارتفاع الوزن هبطوا لو بوا بوكو تشوز دونك وبعض المرات كنستعملوا ميم حبوب مضادات ديال الفطريات الا كانت الحاله كثيره بزاف في الوجه تو بور باسي داك لو كاب الاول ملي كيكون لونتروتيان تكلمنا على كاينين دي جيل وبيان دي صابون اللي كنقدروا نغسلوا بهم يوميا باش كتحد لينا الاصابه او لو ديفلوبمون ديال هذه الفطريه اللي غتكون وغتعطينا البهاق واللي عندهم كيجي بزاف حيت كاين اللي كيجي كل عام دونك ما كيكونش خطا في العلاج الاولي ولكن الحاله اللي غتجي كل عام قبل من الصيف غادي ندير واحد العلاج مكثف مره في لا سيمين بهذاك لو جيل باش نوجد لابول ليتي. نعم دكتوره نائل المناطق ديالنا المغربيه الحمد لله متنوعه ومختلفه كاين منطقه اللي فيها العيون منطقه اللي فيها الواد منطقه اللي فيها البحر والمسائل كلها لما كنتكلموا مثلا على الماء ديال الواد ولا ديال البير او ديال شي عين فكان لما كنمشيو كنشوفوا الوليدات ديال المنطقه ما كيخرجوش من ذاك الماء في العين كتلقاهم مثلا حتى في الشلال كتلقاهم في الواد ذاك الماء واش كذلك يكون تاثير ممكن يعطي البهق عند هاد الوليدات ممكن الا تكلمنا على الرطوبه وغيبقاو الوقت كله في هذاك الماء ايتو خاصه الا كان واحد المراكد هنا فين كتكون المشكله اللي ما كيفيش التطور اللي ما فيهش ستاتيغ باردون تجديد ما في ديك الحركه ما كتكونش في الماء هنا كنلقاو فطريات اللي كتكون بوكو دو بروبليم لي صحيات اللي كتكون في هاد الوديان بعض المرات امراض اخرى اللي الله يحفظ اكزاكتومون داخليا كذلك وي ممكن ان ومعروف يعني الفنان المرحوم عبدالحليم الاسمر عبد الحليم حافظ راه كان هذا هو السبب ديالو يعني ضايه ديال الملك كانت راكده وكانت يعوم فيها وهو صغير اكزاكتومون فعلا غادي نمشيو هذا المره في مكالمه اخرى باش غادي نتواصلوا مع ملكه على الخط معنا من سيدي رحال اهلا بك ملكه ملكه مرحبا بك مرحبا بك انا اهلا وسهلا ملكه الراديو اللي حداك رجاء طفيه ولا بعدي عليه سمعينا من التليفون ملكه ايه مرحبا تفضلي شنو هو سؤالك انا عندي شي عندي البرص انا في فيه عندك البرص ماشي البهق ايوا ايه البرص حل البهق هو كي طالب لي عمليه من ندير عمليه تكريد الصحيبه ولا عمليه ديالاش باردون عمليه تكريد التكريد قشير بيلينغ البيلينغ تحسب الشمس صعيبه ولكن شكون اللي قال لك غيدير لك عمليه تقشير؟ طبيبه نتبعها طبيبه دونك واش وهي قالت لك راه عندك البرص ولا عندك البهك؟ لا عندي انا البرص
وبغات دير لك عمليه يمكن بقاو غير بقع سوداء قليله. عمليه التكريم يحيد لك. لا باش يحيد لك البقع السوداء يمكن ولا الوجه كله ابيض وبقاو غير شي بلاصه قلال اللي كحلين ياك سي سا؟ اي بقى لي شويه اللي كحلين وبغيت ندير هذه العمليه وخليها على حساب الشم شوي. الوغ هذه الحاله بالنسبه للاخت مليكه هي كتعاني من البرص ولكن غادي يكون بقاو ليها بقع سوداء قليله في الوجه ديالها وبغات هي تبيض الوجه دوك هذا هو التساؤل ديالها باش يبقى لون واحد. دونك فعلا في بعض الحالات كنعطيو دي كريم باش يزولوا ديك الكحوليه اللي بقات وكنديروا افيكتيفمون عمليه ديال التقشير بعض المرات ميم لو لازر باش نحيدوا ديك البلاصه الكحله اللي بقات. غير في الصيف افيكتيفمون خاص شويه الاحتياط لان مع الشمس كيقدر يكون داك لو ريسك انها يجيها واحد الكحوليه اللي من بعد الالتهاب وغطيح في المشكل الاخر سيتادير ان بلايص اخرين يقدروا تاهما يكحلوا دونك يقدر يرجع لها اللون ديالها اللون الطبيعي فيهم. من الاحسن هاد العملية ديال التقشير مزيانة أنها تخلص من داكشي اللي بقى أسمر مي ماشي في الصيف من الأحسن صوفي لا فغيمون ما كانتش كتخرج نهائيا ودايرة شي نقاب دونك في هاد الحالة ممكن وما كتشوفش الشمس مي أوتخومون من الأحسن تخليتها يبرد الحال وعدي هاد العملية. غادي نرجعوا لعندك دائما دكتورة نائلة دراعو طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر وبرنامجكم صحة وسلامة على مات غاديو دائما الإذاعة القريبة منكم. فاصل وراجعين على مدى غادي الإذاعة القريبة منكم. لقاءنا مازال نتواصل معكم الأوفياء وحلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة رفقة الدكتورة نائلة دراعو طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر. غادي نمشيو هاد المرة دكتورة نائلة الأس ام اس عند مستمعة كتقول واش ممكن لبهاك نلقاو فوليات ديال عامين عنده طبايع اللي هما بيضين ماشي كحلين في الوجه ديالو بزاف وحتى في العنق ديالو وملي كنقيسهم كنلقى فيهم شوية ديال الحروشية وليد في العمر ديالو عامين. تخي بيان ورات هاد المشكل ديال هاد الوليد هو اللي تكلمنا عليه ودوينا الكوب اكزاكتومون كتكون في البشره اللي ناشفه وبحال اللي شفنا في الحلقات الماضيه ان الوليدات في هاد السن كيعانيو من نشوفيه الجلد ديالهم هذه علامه من نشوفيه دونك لازم ان تغسل ليه بشي جال يكون مية دم سيغ غرا تدهن ليه يوميا لو كور ديالو وكاين علاجات اللي كدير موضعيا فوق هادوك لي طاج اللي كتكون بلوتو بلا بريسكريبسيون ميديكال باش يكون ما يكونش اخطر في الاستعمال ديالها بواحد المده طويله. نعم نمشيو لاس ام اس اخر من عند كريم كيقول في العمر ديالي 25 عام عندي المسام ديال الوجه ديالي واسعه بزاف وميدمه كيقول لانه انا في الصيف كتبان عندي مره طبعه ولكن كتمشي من بعد واش حتى هو بهق الطبعه في الوجه ديالو في الوجه ديالو بيضه بيضه نعم كتبان غير في الصيف قالوا كتمشي من بعد والبشره ديالو ميدمه وعنده المسام واسعه فعلا حيت تكلمنا ان هاد الفطريات اللي كتقدر تعطينا بوهاق كتعطينا التهاب كذلك الدهني تاع الجلد كتقدر تعطينا نفس الفطريات القشره في الراس بعد المرات كتعطينا حتى حبوب اللي كيشبه الحب الشباب هو كيكون مقيح وكيجي سورتو في الصدر دونك هاد المجموعه ديال الفطريات ممكن انها تعطي غير طاشه واحده في لو فيزاج خاصه الا كانت البشره ميدمه والمسام واسعه وراه كاين علاج بالنسبه للناس اللي كيعانيو من هاد المشكل. مس دكتورة نائلة ما عرفتش واش مستمع ولا مستمعة كتقول عندي البهق بيض في العنق ديالي وعندي ديطاش اللي هما كحلين في اليدين ديالي كياكلوني فيهم حتى المشكل ديال الحكة الوقت اللي كنحك كيبان واحد القشور وكل ما حكيت كتزيد طلع ديك القشرة أكثر وكتكبر فبغيت نعرف واش غادي شنو التخصص اللي غنمشي ليه واش هذا بهق ولا برص وقالت على انه عندها حتى في الجهه ديال الفخاد ديالها الفوق ديجا تخصص ديال الجلد لان هذا مرض جلدي لو فيت ان كاين البهاق كنظن ان التوسكي بلون يقدر يكون اما بهاق اما برص سي بوسيبل اما هذا الكوب النشوفيه واللي هو دوات عليه انه فيه لي طاش والحكه كثيره ماشي ما جو نو بونس با واش غادي يكون بهاق تقدر تكون اوتر شوز كاين مثلا ملي كنقويو الحكه على شي اشياء واخا كتكون حمراء في الاول كتولي كحله غابيدمون بحال مثلا ليكزي بحال مثلا كاين واحد المرض اللي سميتو لو ليكان واللي كيبان في هاد المناطق اليدين وكيجي في الرجلين وفي جهه السنطه واللي حتى هو كيعطي واحد الحكه كثيره بزاف وكيبانوا بحال هما ماشي دي طاش بحال الطفحات طالعين على الجلده وان فوا كنحكوها كتبرى وكتخلي لنا دي طاش نواغ ممكن يكون هذا ممكن يكون ان بروبليم مع الشمس لان كان واحد المجموعه ديال الامراض اللي كتظهر مع التعرض ديال الشمس كتسمى لي فوتو ديرماتوز فوتو ريفيرونس او سولي ديرماتوز سي الامراض الجلديه ومنها كاين واحد المرض اللي كيبان في البدايه ديال التعرض الاشعه الاولى ديال الشمس دونك غالبا في بدايه ديال فصل الربيع وكيبان على شكل هكا طبعات حمرين في اليدين في المناطق اللي معرضه للشمس واللي كتجيب لنا الحكه وتقدر الا بقينا كنحكوا بزاف انها تبقى بقع سوداء اللي تزول دونك بحال واحد البقع اللي كتجي من بعد التهابات. نعم اللي انصح به هو ان خصها تمشي عند طبيب متخصص في الامراض الجلديه. نعم معنا اس ام اس اخر من
من عند زينب هاد المره كتسولك دكتوره نائله واش الحكان بالكيس للوليدات حتى هو كيعطي البهق من بعد؟ ربما سمعت الحلقه من الاول فلما قلتي ذاك الكيس بقات عندها في بالها. الحكان الكيس عند الوليدات دونك كتعني وليدات صغيورين دونك غادي نزيدو نشفو ليهم البشره ديالنا، وهما صراحه في هاد لاج ما محتاجينش نهائيا انهم يحكوا دوش خفيف كيكون كاين اصلا ما عندهمش افرازات كثيره، باقي بزاف د الغدد ما بداتش في الفونكسيونمون ديالهم، دونك عمان يوميا ولا 3 فوا بار سيمين افيك ان جيل اللي يكون من الاحسن يدم عند الاطفال، زائد ندهن باي حاجه إذا كانت البشرة عادية ماشي حساسة، إذا كانت البشرة حساسة غادي ندهن بشي حاجة اللي كتكون ما فيها لا ريحة لا مواد حافظة ولا غتعطي واحد الحماية للبشرة ديال الأطفال. هذه هي الطريقة اللي مزيانة للنظافة ديالهم. مستمعة كتسول دكتورة نائلة على العلاج ديال البهق واش ممكن تاخذوا مرأة وهي حاملة وما غاديش يأثر على الرضاعة، كتقول بالنسبة للرضيع لأن هي قد دابا هي حاملة في 4 شهور ودائما كيبان عندها البهق في الفترة ديال الصيف، إذا الوقت اللي غيجي غتكون هي حاملة وبغات تاخذ العلاج فقالت واش ما كاينش تأثير عليها وعلى الجنين؟ ما كاينش تأثير لأن غادي نستعملوا أشياء بطريقة موضعية، وحتى بالنسبة للأشياء الموضعية كاين شي مسائل ما كدارش عند المرأة الحامل والمرأة اللي كترضع. كونتخ الدواء تاع البهاد بالنسبه ليها هي ما غاديش يكون فيه مشكل، ما غتستعملش الحبوب اللي تكلمنا عليهم اللي اصلا ما كنعطيهمش لكل شيء، كنخليهم غير الحالات اللي كتكون كثيره بزاف. اما الجل اللي تكلمنا عليه ديال الغسيل اليومي يقدر يغسل به اي واحد، زائد مثلا هذاك لوجيل اللي كيدار غير موضعيا كيبقى 10 دقائق وكيزول حتى هي يمكن ليها تاخذه، البخاخات او لي كريم اللي كيداروا موضعيا على المنطقه اللي متضرره ممكن انها تاخذه سون بروبليم. الحبوب بيان سور لا. واخا كاين كذلك اسامه من عند حفيظه كتسولك دكتوره نائله واش كاين شي انواع ديال البومادات اللي كيعطيهم لك الطبيب وكيقدروا يعطيو البهد؟ وهنا انا السؤال ديال حفيظه جرني دكتوره نائله واش كاين ادويه اللي كتكون خاصه بعلاج امراض معينه ومن المضاعفات ديالها انك تعطي البهد مثلا او لدي طاش اللي كيبان؟ لي طاش بيضين وي، الوغ كاين ادويه هما لي كورتيكويد، لي كورتيكويد اذا كلهم سواء اقراص ولا لا 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 بلوتو موضعيا غير بومادات لي كريم اللي تستعملوا بحال الاخت اللي تدخلات ولا تكلمات على البومادا اللي شرات من الشمال اللي ما معروفاش التركيبه ديالها، غالبا فيها ماده الكورتيكويد دارتها من اجل التبييض وعطاتها دي طاش بويض غالبا كيكونوا صغيورين وبحال اللون ديال البراس وكيجيو في المنطقه اللي بغينا نبيضوا. اوسي لي كورتيكويد اللي استعملناهم بوحدنا حيت حنا راه كنعطيو لي كورتيكويد اوطون كو ميدسا كنكتبوهم كنعطيوهم في بزاف الامراض، لان كاين بزاف الامراض اللي العلاج ديالها اللي هو لي كورتيكويد، من غير لي كورتيكويد ما كنقدروش نعالجوا بزاف الامراض في الجلد. غير هو الطريقه باش كنعطيو طريقه اللي كتمشي بشويه تدريجيا كنشوفوا مع الملاد حتى لا كونتيتي ديال القيمه ديال الدواء اللي غادي يحط في هذيك البلاصه على حسب المرض. دونك هنا جو في سيتي مثلا الصدفيه كتعالج بلي كورتيكويد، ليكزيما كرونيك كيتعالج بالكورتيكويد، لو ليكان اللي تكلمنا عليه كيتعالج بالكورتيكويد، كاين امراض روماتيزميه فيها المناعه الذاتيه كتعالج بالكورتيكويد بحال مثلا لو لوبوس راه تكلمنا عليه اللي كيكون موضعيا اللي هو كيكون غير في لابو مثلا. بزاف ديال الامراض غير الطريقه وداك لا فاسون اللي تكسبليكي او باسيون اشنو شحال قد خصو يدير وكيدير اون جينيرال مره في النهار وكيبقى غادي تدريجيا وكننقصو هي اللي كتخلي ما كنوصلوش لي زيفي سيكوندير. ملي كنستعملوا هاد لي طبنا بطريقه عشوائيه او كثيره ممكن يكونوا دوك لي طاش بيضين في المنطقه اللي بغينا نعالجوا لي ان بروبليم اكس. دونك فوالا، مي هاد لي طاش ماشي هو البهك، هاد لي طاش بويضين ناتجين على الدواء سان غيان افوار مع البهاق. نعم. كنشوفوا دكتوره نائله بالنسبه للملابس ديال السباحه سواء في بيسين او في البحر وحتى الوليدات مثلا بالنسبه اللي كيديروا السيرف كذلك كنعرفوا ان واحد الكومبينيزون كيكون خاص عندهم، هاد الملابس وهاد النوعيه ديالهم لاش مصنوعه ممكن تعطي بهاك لهاد الوليدات؟ هذاك وي الوغ لو فات ان لابو غتبقى مزموته في هاد اللباس توت لا جورني وزائد الماء كيبقى لداخل ولابو بحال ما كتنشفش توتالمون، اللي خصنا نديروه هو من بعد هاد ليزابيتود كلهم غادي نغسلو بانجيل سبيسيال اللي ما يخليش التكون ديال هذيك الفطري في لوكور ديالنا، ودوك الحوايج كيخصهم يتصبنوا في كل استعمال وينشفوا في الشمس باش ما يكونوش حتى هما فيهم هاد لي بروبليم، باسكو باش نقضيو على هاد الفطريات خصنا تكون واحد درجه الحراره ديال 60 درجه. نعم داكور الوغ مي مثلا هاد لي كومبينيزون انا بالنسبه ليا مهمين للاطفال اللي مثلا خفنا عليهم من البرونزاج، ولان الوليدات الصغار في هاد لاج ما يمكنش تجلسيهم دائما كيبغيو يمشيو للماء واخا لي بارون كيحاولوا معاهم. دونك موا شخصيا جو بريفير انه يلبس هذاك الكومبينيزون ملي كيكون في الشمس كو سوا البحر ولا لا بيسين الا كان غيبقى فيها النهار كله باش ما يتعرضش للشمس بزاف لابو ديالو ويوقعوا واحد التغيرات اللي ما عمرها ما غاديش تعاود ترجع،
او ليو باش انه يبقى كله مثلا من سيف الشمس 24 ساعه باغ اكزومبل. بالنسبه لنا هذا اللباس خلى الوليدات يتمتعوا بالبحر بلا بيسين ايتو وبواحد الوقايه ضد الشمس سورتو الا كانت البشره ديالهم بيضاء الا فيهم الخالات بزاف الى اون جينيرال الاطفال كلهم خصهم واحد الحمايه ضد الشمس. الف شكر لك دكتوره نائله دراغو طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه الشعر والاظافر على كل معلومات والنصائح اللي كتعطيها لنا في كل موعد معك فشكرا لك. حنا وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة، فان شاء الله موعد جديد مع موضوع جديد كيهم الصحة والسلامة ديالكم. تسناو في الحلقة ديال غدا. لكم أطيب وأرق تحية من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون صابر فندى رافقني في الإخراج، وسميحة كانت استقبال مكالماتكم. صبيحة سعيدة، إلى اللقاء.